هذه التمارة عندنا 14 طحن يعني اللي تيمثلوا 14 كساب في مختلف تجمعات النخبة يعني بعد واحد الانتقاء من اصل 53 تجمع اللي تينتجوا سلالة الحديد جاو 14 الكساب يجيب كل 14 تجمع احسن كسابة في تجمعات 14 سلالة الحديد تتنافسوا اليوم من الرتبة واحدة جوج ثلاثة سلف الحولي او الفحل يعني في انتظار انهم يعني تجمع ان اللجنة تقوم ب يعني معاينة كل فحل تدخل لحلبة التباري تتكلم الرقم ديالو من السن ديالو وتيقدر يدوز باش دايرين لهم مراش في الطريق الا ما كانش فحل ما يدوش غير ما يجيو كل فحل القضية فيها لجنة وفيها آمال وفيها استمرارية وفيها أرقام فيها لجنة الانتقاء والوش اللي تدوز في شهر مارس فيها اعتراف من طرف وزارة الفلاحة فيها حول يقدر يهرس الكرش اللي في أي مصاب كلشي خني فرانا بزاف دابا سيكير هادي وين تجمع عندنا في نازل يشرب لي جو سيكير صافي لا غادي نستغلوا الفرصة وغادي نعاودوا نذكروا بأن كاين معنا في هذا المعرض وفي هذا المهرجان معهد تكوين في مهنة تربية المواشي اللوطا هو المعهد اللي تتشرف عليه الجماهير الوطنية المربية أغنام الناعز في إطار شراكة قوية بينه وبين وزارة الفلاحة والسكن البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يعني واحد المعهد اللي تيخول لك الحصول على ديبلوم ديال الدولة وشواهد ديال الدولة يعني فرص شغل دبلومات بالنسبة للشباب اللي العمر ديالو تتراوح ما بين 15 و 30 سنة اللي عندهم المستوى الدراسي إما السادس ابتدائي فما فوق أو الثالثة إعدادية يعني الكاتريا فما فوق عندك الحق اليوم تفتح لك باب إذا كنت مهتم بتربية المواشي فاليوم تقدر تحصل على ديبلوم اللي غادي يخول لك ويفتح لك فرص أنك أولا تكون ثانيا فرص الشغل في الميدان غادي تكون فابور وغادي تكون واكل شارب فقط تستاهل هذا ما عليك الا تدلي ببطاقه التعريف الوطنيه شهاده دراسيه واللجنه راه كاينه هنايا يعني تجي مفتوح مثلا 10 شهور تربيه الى غايه 15 جنيه والمعهد تتوفر على داخلية للإناث وداخلية للذكور للإقامة والتغذية متوفرة بالمجان لجميع المتدربين هذا في إطار واحد الشراكة ما بين إم سي سي ماروك وزارة الفلاحة والسد البحري والمياه والغابات التنمية القروية والمياه والغابات كذلك بين تحت الإشراف ميداني تشرف عليه الدكتور أبو درار محمد اللجنة خلت لي مثلا شحال العدد اللي باقي عندنا في اللجنة ثلاثة وصلات رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة في المهرجان يعني يبقاو الفقولة ديال الولاية أصوات ونسنا في القضية الطيرة كيفما شفنا العملية ما كانتش سهلة بالنسبة للخروفات بالنسبة للنهاج بالنسبة للخروف
دابا حنا نصيفط الفحل رمز الاستمرارية، رمز الأمل الدائم، رمز الكفاح. ها هو غادي يبان دابا ولا بلاتي شوية. أنا مساء اللجنة الوطنية للانتقاد برئاسة السيد جلال عبد الرحمن دكتور وخبير أبو فيدي ولا مزيان ماز عبد الله ماز هادو رطغيمات تفتيفل كورس خالتي اشنو محمد محمد اليوم بعد الفوزياك الله يسخى احسن فحل كلش الرئيس وقف 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 عيد 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 الله يسخى أحسن فحل تبارك الله أحسن سوبر الحاصل المرتبة الأولى من المعرض من المهرجان بمدينة تيمفضيت تبارك الله الإخوان تبارك الله عليكم وتحياتي للجميع للمشاركة في هذا الورش المهم الخاص بتنمية سلالة تيمفضيت المرجع الارتفاع حالة خيمة الأرض اللي غادي تتضمن هذا الورشة التي تهم تنمية السلالة مهم الإخوان وصلنا نهاية الفيديو كان هذا آخر فيديو الإخوان هو ديال الحوالة الناس اللي تبعوا معنا هذا اللايف وتبعوا معنا هذا الفيديو تنشكرهم بزاف الناس اللي خلونا التعاليق تنشكرهم بزاف والإخوان يعني كنا حاضرين في الملتقى ديال ميراجون ديال تيمفضيت إن شاء الله قربنا لكم الإخوان السلالة والتعريف السلالة والكسابة اللي كانوا حاضرين تحياتي للجميع